ربنا يخليك. خلينا نبتدي معاك سخن شويه، لان في الحقيقه فرقه البنك الاهلي فرقه متجهزه كويس، مصروف عليها كتير قوي، بتضم عدد من اللاعبين المميزين اصحاب الامكانيات والتاريخ كمان على صعيد بطوله الدوري المصري، لكن عكس تماما التوقعات الفريق بينافس على البقاء في بطوله الدوري في المرحله الحاليه. من وجهه نظركم كاداره، ايه الاسباب؟ طبعا يا زمير، هو يعني انا دايما كنت بتكلم مع الجهاز الفني ومع اللاعبين على ان البدايات مهمه جدا. كويس. البدايات بتديك دفعه. أكيد. يمكن احنا الموسم اللي قبل اللي فات لما احنا نهينا الدوري في المركز السابع كانت بداياتنا قويه جدا مع الكابتن خالد جلال. ماشي. وقدرنا ان احنا ننهي الموسم في المركز السابع. وقبل ما يبتدي الموسم دوت احنا برضو قعدنا واتكلمنا، لان كان بابا فاسيلي وانهى معانا الموسم اللي فات. ايوه. برضو كان موقفنا صعب في وسط الجدول. في وسط الموسم يعني. ولما غيرنا وجي بابا فاسيلي وقدر ان هو يعبر بينا ونستمر، وعملنا كان عندنا مساحه كويسه قوي من الوقت في تدعيم الفريق في فتره الاعداد، وكنا يعني متوقعين ان تبقى البدايه قويه على اساس الاعداد اللي حصل مظبوط وتشكيل الفريق وكل التدعيمات اللي هو طلبها عملها. كويس. لكن طبعا فوجئنا ان احنا في بدايه الموسم السنه دي يعني 5 هزايم وخمس هزايم ورا بعض، 15 نقطة فقدتهم ولسه الدوري بيبدأ. مشكلة كبيرة، لأن البدايات مهمة جدا. وبالتالي يعني أصابتنا يعني بنوع من الدهشة والإحباط. وبدأنا نفكر ونشوف طب في إيه يعني. يعني الجهاز الفني المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ يعني الجهاز الفني كان ماشي معانا كويس جدا في نص الموسم اللي فات. التدعيمات اللي هو طلبها اتنفذت بنسبة 100%. ويمكن دي سياسة صحيحة، ان انت ابقيت على المدير الفني طبعا ماشي كويس، وبالتالي خلاص هو اللي هيختار صفقاته، فبالتالي هيعرف يشتغل بأريحية. ويمكن احنا كمان يعني كنا شغالين في الجزئية ديت يعني يمكن يعني قبل الموسم ما ينتهي بشوية كده، وكانت خلاص الدنيا الحمد لله يعني اطمأنينا، بدأنا نشتغل معاه كويس من بدري. عشان كده انا اتذكر ان احنا يعني بدأنا فترة الاعداد 4 اغسطس. ايوه، بشكل مبكر. لان كنا منتهيين من حاجات كتيره، مخلصين شغلكم، مخلصين شغلنا مع نهايه الموسم. وبالتالي كان عندنا مساحه من الوقت ان احنا نعمل فتره اعداد كويسه. كويس. العناصر الجديده تنسجم مع بقيه الفريق. وعلى ضوء كل المعطيات دي احنا توقعنا ان تبقى البدايه بتاعتنا يعني بدايه كويسه. ونقدر ان احنا يعني لان تجميع النقاط يا استاذ امير في الدور الاول اسهل كتير بكتير، لان الدور الثاني ضغوط كبيره جدا. الدور الثاني خلاص وبتبدا الملامح على البقاء، واللي بينافس على الملامح تبان، وبيبدا اللي هو اللي عايز ياخد بطوله، عايز يتواجد في المربع الذهبي عشان افريقيا بالظبط، بيبدا اللي تحت عايز يطلع من المنطقه اللي هي بتاعه اللي هي الهبوط. فقلنا وكمان البدايه بتديك دفعه معنويه طبعا كبيره جدا، طبعا ان انت بعد كده هتاخد الفوز بيجيب فوز اكيد وبتبني عليه. لكن طبعا الخمس هزايم دول اثروا علينا جدا في الموسم، واضطرينا ان احنا ناخد قرار التغيير. بالظبط. حتى انا اتذكر ان احنا يعني كان فاضل لنا ماتش المصري وبعدين توقف بتاع نوفمبر وبعدين نرجع نستأنف الدوري. يعني حتى خدنا القرار قبل ماتش مصر، قبل ماتش مصر بثلاث اربع ايام. ولما قعدت مع الكابتن طارق مصطفى وقلت له ممكن نستنى لبعد ماتش المصري، قال لي لا ما عنديش مشكله خالص، عادي يمسك الماتش عادي المصري. والحمد لله وكسبنا 4، لاعب المصري وكسب فعلا. وكسبنا 4، وبعدين يعني التوقف بتاع نوفمبر للاسف ضرنا الكابتن طارق عشان الدنيا ابتدت تتظبط. وقفنا من 5 لـ28. رجعنا 28 مش في احسن حال، مع ان المفروض العكس، يعني المفروض ان انت خدت فتره كبيره جدا تحفظ الفرقه، تشتغل معاهم، توصل لهم افكارك، فابتديت بانتصار قبل التوقف فتبني على الكلام ده. ايه برضو اللي حصل خلاها بعد برضو يا كابتن الامير؟ هو يعني التوقف ده تبص تلاقيه بالنسبه لبعض الفرق بيجي بالايجاب، وبعض الفرق الاخرى بيجي بالسلب. ملوش معايير على مدار التوقفات اللي حصلت، ما كانتش بالايجاب معانا. حتى التوقف اللي هو بتاع كاس الامم اللي كان 45 يوم برضو، يعني كنا احنا ناهيين شهر 12 قبل توقف كاس الامم بفوزين بتوع البلديه ومقاولين. رجعنا برضو بعد التوقف بتاع كاس الامم اللي هم 45 برضو مش في احسن حال. لكن طبعا دي كلها حاجات يعني نقط بنعلم عليها، بنتناقش فيها مع اللاعبين، بنتناقش فيها مع المدير الفني.
وبنقدر ان احنا برضو نوصل لاسباب وايه طرق العلاج. أيوة. بحيث ان احنا نقدر يعني نكمل المشوار وما يبقاش هدفنا البقاء. المفروض طبعا يعني انا عايز ابص على مركز الكواليتي اللي موجود فيه لعيبه كويسه قوي، يعني اللعيبه والسكواد والمدرب طبعا والاداره وعندنا منظومه الحمد لله كل واحد عارف اختصاصاته ومفيش حد يعني بيتعدى او بيتدخل في اختصاص عنصر اخر. يعني لو قلنا اللي هو المثلث بتاع كره القدم الاداره والجهاز الفني واللاعبين، فاحنا عارفين كل واحد حدوده فين وواجباته ايه. وبالتالي ان شاء الله يعني احنا لسه فاضل لنا تقريبا 15 مباراة ان شاء الله باذن الله بنتعشم ان احنا نجمع فيهم يعني 45 نقطة مع ال 18 اللي عندنا. ان شاء الله عندنا إن شاء الله امل ان احنا يعني نجمع اكبر عدد ممكن من النقط، وباذن الله نبص برضو على مركز ما يبقاش اللي هو الهدف بتاعنا ان احنا الفريق يبقى فقط لا غير يعني. اكيد.